عايز يجي هو حر. طب وانت بتاخد كل حاجه على اعصابك كده ليه؟ عشان انت زهقتيني على الصبح يا منى، زهقتيني. صباح الخير يا بابا. صباح النور يا اكرم. هو حمزه لسه مصحيش ولا ايه؟ لا يا حمزه، واخد اجازه النهارده من المدرسه عشان عيد ميلاده. طيب يا دوب انا سلام. اكرم. ايوه يا بابا. ايه اللي حصل بينك وبين اختك امبارح ده؟ هي ما حكتلكش؟ حاولت معاها طول الليل ما رضيتش تتكلم. هو في ايه يا اكرم؟ ولا حاجه. ولا حاجه يا بابا. ولا حاجه ازاي؟ دي طول الليل عماله تعيط. بابا انا اتاخرت على شغلي. بعدين بعدين هحكي لحضرتك كل حاجه. عن اذنك. اكرم. ايوه يا منى. ما تنساش اللي اتفقنا عليه. حاضر. حاضر يا منى. عن اذنكم. اماني لسه نايمه؟ صحيت من بدري بس لسه ما خرجتش من اوضتها. ايه يا اماني؟ مش عادتك تبقي صاحيه وتقفلي على نفسك اوضتك وتقعدي لوحدك؟ عادي يا بابا، شويه هدوء. ايه مش رايحه الجورنال النهارده؟ لا مكسله وبفكر اخد اجازه طويله. على بابا برضو. الحكايه مش كسل ولا اجازه. ها مش عايزه تحكي لي مالك؟ امبارح يا بابا كان يوم وحش قوي بالنسبه لي. اتخانقت في الشغل وجيت هنا اكرم اتخانق معايا، مع اني والله ولا غلطانه هنا ولا هنا. طب احكي لي يا بنتي، يمكن اقدر اوصل لحل يخرجك من اللي انت فيه. افتحي قلبك لبابا. ان ما كنتش تفتحي قلبك لبابا حبيبك هتفتحي لمين امال؟ بركه. ايه؟ روح على المستودع شغل الرجاله واستنانا لغايه ما نرجع. طب ولو المعلمه سالت عليك ولا رحتوا فين؟ ولا رحنا مشوار مصلحه كده ومش هتاخر. يلا. طب خدوا بالكم. طيب يلا زين. وده بقى اللي مضايقك؟ ايوه اكرم يا بابا بيتدخل في حياتي زياده عن اللزوم، وفي الجورنال الست نشوى بتتهمني اني بسرق مواضيعها، ونشرت الموضوع في الجورنال كله وشوهت صورتي عند مدام شهير. يبقى قعدتك في البيت دي غلط. مش فاهمه يا بابا. افهمك، انا رايي انك تنزلي حالا تروحي على الجورنال تقابلي رئيسه التحرير تفهميها ان كل الكلام اللي البنت ده قالته عليكي ملوش اي اساس من الصحه. ما هو ده اللي انا عملته، وكمان هددت ان انا هقدم استقالتي. غلط. الاستقاله دي اكبر غلط. بنت اللواء حسنين المصري لازم تكون قويه وتثبت انها فوق الشبهات، مش تهرب وتقدم استقالتها. فكرك كده يا بابا؟ طبعا، والا يبقى بتثبتي ان الكلام اللي البنت ده قالته عليكي حقيقي، وفي الحاله دي يبقى هي انتصرت وانت خسرتي. عندك حق. طيب بابا بعد اذنك شويه. ليه ان شاء الله؟ هغير هدومي عشان الحق اروح الجورنال. محمود عمالك يصبوا اسمنت للمبنى الشرقي، وانت فتحي تاخد العمال وتطلع على المبنى الغربي تركبوا الحديد والخشب، عايزه يخلص قبل الضهر. يلا الهمه يا رجاله. شدوا حيلكم يا رجاله. يلا شدوا حيلكم بسرعه يا حبيبي. التواو. صباحه. صباحه حلو. ازيك يا سمو فين؟ اهلا وسهلا. في ميعاد مع انتر بيه. موجود. اتفضلوا. صباح الخير يا فندم. صباح النور. يا ترى هديتي ولا جايه تقدمي استقالتك؟ هديت. كنت هزعل قوي لو كنت هتقدمي استقالتك. بس يا فندم حضرتك اللي اتهمتيني. انا ما اتهمتكيش، انا كنت بسال وبستفسر، وده واجبك يا رئيس التحرير لما يكونوا اتنين محررين مختلفين. انت بقى اتعصبتي واتنرفزتي واصريتي تقدمي استقالتك من غير ما حتى ترجعي لي وتعرفي رايي ايه. ممكن اعرف راي حضرتك دلوقتي؟ رايي انا قلت النشوه، ويا ريت تنسي الموضوع ده خالص وتنتبهي لشغلك. حاضر يا فندم. على فكره نعيم بيجي غير العاده وسال على الموضوع اللي كلفك بيه، عملتي فيه ايه؟ ساعه هيكون جاهز عند حضرتك. لا تطلعي له بيه على طول فوق. مبروك. الف مبروك. الباشا وافق تعملوا العمليه دي.
لو اطمن ليكم وعملتوها صح هتمشي معاكم حلاوه. باشا احنا خدامينك وخدامين الباشا الكبير، وان شاء الله نشرفك ونرفع راسك عن تربيه. انت واد جدع يا حبي، ثلاثه بالله العظيم واد جدع وتستاهل كل خير. اما انت يا زين بطل شغل المعيله دي. معيله؟ الخناقه اللي انت عملتها عند عزام في الكباريه دي، ده كان وقتها ولا ليها لزوم؟ ما تحملش هم زين خالص يا باشا، سيبه عليا. يا زين غلطة يا ريس مش هتتكرر. أنا عايز أقول لكم كلمتين حطوهم حلقة في ودانكم. الشغلانة اللي أنتوا داخلين عليها دي شغلانة خطرة. خطرة قوي ومكسبها كتير. بس النفر مننا لازم يحط عينيه في وسط راسه. الغلطة فيها. بفورة. اطمن يا باشا. مقضية بإذن الله. دي العشان برضك يا حربي. طب البضاعة بقى سعادتك يعني هتستلمها مننا هنا؟ لا. أنا عندي مخازن بعيد. عند المحاجر في الجبل يعني. هستلم منكم بضاعة هناك. طب لو مؤاخذة يعني عن تربية هو في سؤال كده يعني. اتفضل قول عزيز. هي المخازن دي فيها خردة؟ خردة؟ هي فيها ايه دخل الخردة في شغلنا؟ يعني يا باشا أو يعني نتفق عليها برضه بالمرة. بس أنا يعني بكلمك في ملايين، طب ما أنت تكلمني في ملايين. ده غطا يا باشا، غطا. ما احنا لازم دلوقتي هنروح نعاين المكان وندرسه ونعرف سككه قبل ما نسلم، ولو كل ده اتعمل من غير الغطا ده ممكن الناس تشم حوالينا، واحنا طبعا مش عايزين الكلام ده. صح ولا لا عن تربيه؟ يخرب بيتك صدق صح؟ خصوصا دي يعني مش هتكون اول مره ولا اخر مره نتعامل فيها مع بعضينا. الله يفتح عليك يا باشا. قول لي بقى المخازن دي فين؟ نخلص كلامنا الاول وبعدين مفيد ياخدكم ويوريكم الطريق. وانا بكره اخد السواقين بعربياتهم ونروح نحمل البضاعه من هناك زي كل مره يعني. كده بقى انا وحرب نعرف نروح ونيجي على المكان من غير ما حد يشك فينا. ماشي يا زين. بس يعني هتنقل البضاعة دي ازاي وامتى؟ امتى؟ هنرتب امورنا ونظبط نفسنا وهتصل بيك اقول لك. اما زايد بقى يا باشا يعني فشيلها من دماغك خالص واطمن على الاخر، سيبها لنا يعني. المهم يا حربي السرعة، لازم نستلم البضاعة بسرعة. ليه؟ عشان نلحق ونوزعوها. اطمن يا باشا، كل حاجة هتمشي زي ما أنت عايز وأحسن كمان. ماشي يا حربي، ماشي. إيه في حاجة يا زين؟ لا مؤاخذة يا باشا تعبنا يعني. سعادتك ما جبتش سيرته خالص. ما تقلقش يا زين، عملكم في الحكايه دي هتكون كبيره قوي. لا باشا معلش بقى يعني من غير زعل طبعا، بس يعني المثل بيقول لك ايه؟ اللي اقوله شرط اخره نور يا باشا. الباشا الكبير بتاعنا راجل كريم يده فرطه، يحب يبسط الرجال اللي بيشتغلوا معاه. عشان كده عملتكم حقكم كبيره. راضي؟ اللي راضي راضي طبعا يا باشا، بس يعني لو عاوز الكلام ده يحصل امتى؟ لما تسلم البضاعة. لا يا باشا احنا هنسلم ونستلم. ما ينفعش. ما ينفعش ازاي يعني؟ واحنا بنشتغلوا في 1000 ولا 2000، دي ملايين ملايين. لازم تسلموا البضاعة الأول وبعدين نوزعها ونقبضوا ثمنها ونصيب كل واحد ياخده بعدين. طب واحنا يعني ايش ضمننا ان انتوا ما تدوناش الطرشة وتاكلوا حقنا؟ كلام رجالة يا زين، كلام رجالة. اللي يشتغل معانا لازم يصدق كلامنا. واللعبة خلصت.